نهاركم اكيد سعيد بعد هذه التجربة اللي اكيد كلنا اكيد بنتعلم فيها، حتى باخطائها برضو بنتعلم فيها. وزي ما قلت قبل الفاصل، كلامنا لسه عن الانتخابات، الحدث الاهم والاكبر في تاريخنا بعد الثورة. وبيسعدنا يكون معانا النهاردة استاذ صحفي متميز جدا، هيقول لنا رأيه في هذا الموضوع بشكل يعني من كل الجوانب. بقى احنا كنا بنتكلم عن المحافظات، لكن دلوقتي هنتكلم بقى بشكل واسع عن التجربة وعن المتوقع بعد انتهاء المرحلة الاولى. هيكون معانا ومنورنا استاذ سليمان جودة. صباح الخير يا فندم، صباح منورنا. الخير، اهلا وسهلا. احنا سعداء جدا حضرتك موجود الله موجود يسلمك، معانا النهارده. شكرا شكرا. وخلينا نعرف من حضرتك رؤيتك للمرحله الاولى للانتخابات الاولى الحقيقيه في مصر. والله يعني انا شايف ان هي المرحله الاولى للانتخابات اللي هي تمت على يومين تبدو كانها بروفه للثانيه والثالثه، اذا ما خدناش بالنا من التجاوزات اللي حصلت هتبقى احنا على موعد مع موضوع مختلف في الثانية وفي الثالثة. وطبعا يعني اولا لابد ان احنا نقول انه الحضور بتاع الناخبين قدام اللجان فاجأ الجميع، ده صحيح. مراقبين وغير مراقبين، لم يكونوا يتوقعوا ابدا على الاطلاق ان يبقى حضور بهذه الطوابير الطويلة قدام اللجان. نمرة اتنين، الامن. يعني مسألة انه في انتخابات برلمان 2010 كان في، وقبل 2010 و5 وغيره، كان في قتلى ومصابين بلا عدد. ف وبلطجات الانتخابات اللي كنا اه بنسمع عنها. يعني انما يبقى في يوم، يعني امبارح مجرد اطلاق النار على مرشح ولا حاجه زي كده، والنهارده حد مات كده، مشادة. في حد مات بس يعني ملوش علاقه بالانتخابات، ده جات له ازمه جوه جات أزمة قلبية. فيعني بكل معيار هل وبكل ده حضرتك مقياس. استغربت لده؟ يعني حتى حضرتك متابعتك الصحفية دي كانت شيء غريب بالنسبة لك، هذا التناقض؟ يبدو والله وكأنه اكتشاف، يعني انك انت ايه اللي بيحصل، انت مش مصدق انه اولا يبقى حد، انه الناخبين يحضروا بهذه الكثافه. نمرة اتنين، انه يبقى الامن بهذا، يعني نمسك الخشب بقى عشان ما نحسدش الثانيه والثالثه. فاحنا نتمنى انه يعني الحضور يبقى كما هو في الثانيه والثالثه، والامن كما هو في الثانيه والثالثه ايضا، ويبقى الامور تمشي كما هي على هذين المستويين. لكن على مستوى التجاوزات والمخالفات لا نتمنى انه ده يتكرر في المرحلتين اللي جايين، والا هيبقى احنا قدام زي انا بقول دايما عمليه سطو على برلمان تمت في اليومين اللي فاتوا، ومرشحه لان هي تتواصل وتكتمل في المرحلتين اللي جايين ما لم تاخذ اللجنه العليا للانتخابات موقف جد تجاه هذا الموضوع. يمكن لما نيجي بقى حضرتك للتجاوزات، يمكن وقرينا حاجات كتيره جدا ان في بعض التجاوزات من بعض الاحزاب او من بعض الكتل زي ما بيقولوا كمان، من الافراد ايضا. ومن الافراد ايضا. فخلينا نقول ان مصير البلاغات دي هيكون ايه، وايه اللي المفروض يتم عشان نمنع ده فعلا هي في البلاغات اللي جاي في اي وقت كمان. في اي وقت، يعني احنا خلاص 8 ديسمبر. يعني ما انا مش عايز، يعني مش عايز ان احنا لما نتكلم عن بلاغات وتحقيق نفضل نحقق ونبلغ لما نبلغ ونحقق لما الانتخابات تخلص. تخلص بالظبط. يعني لازم يبقى العبره تؤخذ من المرحله الاولى للثانيه، مش نقعد نحصي الثلاث مراحل وبعدين بنحقق بعد الانتخابات ما تخلص. قرارات سريعه يكون يعني. اللي عايز يسطو على البرلمان سطى، واللي عايز يسرقه سرق وانتهى الموضوع. بالظبط. نحن امام، على فكره التجاوزات على مستوى المرشح الفردي مقبوله، لكن على مستوى بقى الاحزاب القوائم والقوائم دي مساله خطيره جدا، لانه تمت بشكل منظم. واللي متابعين الانتخابات النهارده، يعني انا تابعت من اسيوط الى الاسكندريه الى كفر الشيخ، كان هناك شكوى دائمه من قوائم معده سلفا من جانب الكنيسه، وطبعا الكنيسه بتنفي هذا الكلام، انما النفي ليس دليلا على انه ده ما حصلش. طلع القمص سيرجيوس وقال انه ده اذا كانت هناك قوائم في الكنيسه بتناصر احزاب معينه او كتله او غيره، هذه القوائم اعدها شباب قبطي متحمس لا يمثل الا نفسه. طبعا ده ممكن يعني يبقى صحيح، لكن لابد ان الكنيسه تطلع بيان صريح تقول ان دول لا يمثلون الا انفسهم، وان الكنيسه ايضا تدعو الاقباط الى عدم الاخذ بهذه القواعد. حضرتك مش شايف ان يمكن المشهد العام دلوقتي فيه تلاعب بالدين جامد ده قوي؟ بقى النقطه الثانيه بقى حضرتك، انه امام اللجان من الناحيتين. من ناحيتين، من ناحيتين، يعني سواء يعني الكنيسه اللي هي بتنفي علاقتها بالموضوع، او التيار الديني عموما وبشكل خاص حزبي الحريه والعداله والنور السلف، الاثنين
عملوا تجاوزات غير عادية لأصول وقواعد الدعاية الانتخابية. المفروض ان من يوم الجمعة اللي فاتت الساعة 12 بالليل توقف انتهت تماما عمل الدعاية الانتخابية. بالظبط. واقع الحال بيقول انه ده غير ده مش موجود على الأرض، وان الدعاية لا يعني ظلت قائمة امام اللجان ده حتى باب اللجنة بشكل صارخ وفادح وعلني وعين عينك، ما مش مستخبية يعني. لا. يعني في قدام اللجان، انا سمعت بنفسي ناخبه من الاسكندريه بتقول انه قدام اللجان في ناس في على مكاتب وفي خيام بيتبعوا الحزب الفلاني، وانه بيحاولوا يوجهوا الناخبين في اتجاه معين، وان ده شيء مش كويس ويجب انه يختفي من امام اللجان. يمكن كان في قبل حياتك على طول الفقره اللي فاتت كان عقد مقارنه ما بين انتخابات النقابات وانتخابات البرلمان وانتخابات الانديه. يعني قال ان احنا في انتخابات نقابه الصحفيين كان لحد وانت خلاص داخل بتحط الورقه جوه الصندوق كان في توزيع دعايه. انا كان ردي قلت انتخابات النقابه او انتخابات النقابيه او الانديه او الانتخابات الداخليه دي اكيد حاجه لا تقارن بانتخابات مجلس الشعب. القواعد الحاكمه لدي غير القواعد الحاكمه لدي تماما. وكان في الانتخابيه هنا الدعايه الانتخابيه هنا، يعني ما يقدرش نقارن ده بده ابدا. طبعا يعني الحزب الحريه والعداله بينفي الحكايه دي، تقول لك انه ده ارشاد للناخبين. ده طبعا ده كلام غلط ومغالطات ويعني خداع للناس. هو كان في السبب الظاهر الايجابي هو ان هم في لابتوبس وفي ايبادز وكده بيدخل عشان اللي ما يعرفش فين رقم لجنته الفرعيه، ده كان السبب يعني. او لا لا بس في اتوبيسات لنقل الناخبين من لا بس مكان. هنا بقى لازم صور ونزل في جرايد كمان. هنا لازم نفرق يعني بوضوح بين ارشاد الناخب وبين التاثير على الناخب. ده صحيح، دي حاجه ودي حاجه تانية، ما لهاش علاقه بالحاجتين، ما لهمش علاقه ببعض. ارشاد الناخب انك تقول له انك هتعمل ايه لما تخش اللجنه، انما التاثير على الناخب انك تقول له انتخب فلان وما تنتخبش فلان. ممنوع تماما انه حد يقول للناخب انتخبني وما تنتخبش هذا الشخص الثاني او القائمه ديت والقائمه دي لا. انما لما تقول له لو انا هتشوف اسمك وتوقع بالرقم القومي وتختار استمارتين وتعلم مش عارف قدام مثلا القائمه، يعني الخطوات اللي يجب ان يتبعها داخل اللجنه حتى ينتهي من الادلاء بصوته. لكن انك انت تقول له قبل ما يخش تبرمجه في اتجاه معين ده الممنوع، وده بقى الممنوع يعني. لا انا لا اقول ممنوع ولا حضرتك ولا حضرتك، المفروض ان اللجنه العليا للانتخابات هي مسؤوله عن هذا الموضوع. طبعا. هي يعني احنا سمعنا قبل الانتخابات قالت انه اي اولا حطت سقف للدعايه الانتخابيه للانفاق على الدعايه الانتخابيه. هذا السقف هل يعني تم الالتزام به ولا لا؟ هناك اموال بتنفق بلا حدود، ما هي بشكل عيني وبشكل دعائي يعني هل معقول كل ده لم يقع تحت عين اللجنة العليا للانتخابات؟ نمرة اثنين، مسألة الدعاية الانتخابية لها قواعد ولها أصول لا يجوز أبدا خرقها. هل من المفترض يا فندم أن كل حزب أو قائمة يعلنوا بشكل شفاف جدا عن جهات التمويل؟ طبعا ما فيهاش كلام، بس في أحزاب وفي قوى سياسية ما تقدرش تقول أنه يعني بالكاد هم عندهم ما يعمل يافطه ولا بتاع. انما لما تلاقي يعني كميات من الدعايه الضخمه في الشوارع لتيار معين او لاسماء معينه لازم تتساءلي من وراء هؤلاء او الاموال المنفقه على هذه الدعايه الانتخابيه من اين جاءت؟ فالسؤال هنا انه يعني المستشار عبد المعز ابراهيم مطالب بانه يعني تكون له وقفه بجد قدام هذا الموضوع، لانه انت بهذه الطريقه بتزيفي اراده الناس. ما هو ده السؤال. الشكل العام انه الانتخابات جميله وناس راحت ومفيش مضايقات، لكن ايوه لكن كل ده في المضمون بقى تتكلم عن الناخب استطاع ان يدلي بصوته بحريه كامله ولا خضع لتاثير وضغط جعله ان هو يتحول عما كان ذاهب من اجله الى الصندوق الى اتجاه اخر. ده حصل ولا ما حصلش؟ طبعا مش عايزين بقى ان حد يعمل محضر وبعدين بلاغ وبعدين نحقق، هذه الاشياء هتبقى غير مجديه، لانها لما تصل النتيجه هيبقى الهدف من التحقيق خلاص مش لازم. صحيح. طيب خلينا يا فندم نروح على ملف اخر. اولا قبل ما نقفل ملف الانتخابات، هو اكيد مش هيتقفل، خلينا نتكلم عن نتائج سريعا. توقعاتك للنتائج مع بدء ظهورها؟
يعني والله ما تقدرش يعني كما فاجأ الناخبون المصريون الناس او المجتمع كله وفاجئوا العالم بخروجهم، اظن انه ايضا الصندوق ممكن يبقى فيه مفاجآت، لانه ما لم يكن بقى الناخبين وقعوا تحت تأثير جامد خلاهم يتحولوا من اتجاه الى اتجاه، انما بوجه عام في تيار ديني ما نقدرش ننكر حجمه على الارض، في الوفد، في الكتلة اللي بتضم 3 أحزاب، يعني يمكن ده الملامح الأساسية للأحزاب بالنسبة للنتائج في القوائم، بالنسبة للقوائم القوائم. إنما الفردي ده بيبقى حسب مجهود الشخص كل نفسه وحسب مكانته في دايرته. حضرتك تفتكر إن هيكون في تمثيل للشباب في البرلمان اللي جاي؟ والله دي مشكلة، يعني شباب الثورة أظن أنه هيظلم في هذه الانتخابات، وما أعتقدش أنه هيبقى تمثيله في البرلمان كما يتوقع ويتمنى هو وكما نحب نحن. ودي غلطة مين؟ أو دي مسؤولية مين؟ مش غلطة المسؤولية مين؟ يعني بدأت من يوم 19 مارس، أنه هو كان يجب أن احنا نعكس الموضوع الشهير، إياه الدستور أولا ولا الانتخابات أولا، كان يجب أن يبدأ بالدستور حتى يمكن أن تكون هناك فرص متكافئة للجميع، لا أحد يحجر على حق الحرية والعدالة ولا النور ولا أي حزب في أن يسعى إلى أن يحصد ما يشاء من مقاعد البرلمان، لكن الفرصة التي المتاحة له يجب أن تتاح لغيره. إنما الآن وبالشكل اللي حاصل الفرص غير متكافئة وغير متساوية، سواء من حيث فترة الدعاية، سواء من حيث الإنفاق على الدعاية، كل ده غير متكافئ وممكن جدا يترجم في نتائج الانتخابات في الآخر.